أعلنت شركة مايكروسوفت عن جلب واجهة البرمجة الرئيسية الخاصة بها إلى حواسب من أبل في خطوة طال انتظارها من قبل العديد من المبرمجين. ويعتقد أن التغيير يأتي في الوقت الذي تحول عملاقة البرمجيات الأمريكية تركيزها إلى قطاع الحوسبة السحابية الذي أصبح يدر عليها وعلى العديد من الشركات التقنية إيرادات ضخمة. تصدرت الحواسيب العملاقة الصينية قائمة أجهزة الحواسيب العملاقة لهذا العام وحافظت بذلك على الصدارة، وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية والصين على زيادة عدد أجهزة الحواسيب العملاقة في قائمة التصنيف ووصلا إلى رقم متساوي، حيث تمتلك كل منهما 171 نظاما، وكانت الصين تمتلك 167 نظاما مقابل امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية ل 165 نظاما في نسخة شهر يونيو حزيران من قائمة التصنيف النصف سنوية. يحذر خبراء التكنولوجيا من أن مبيعات هواتف آيفون وغيرها من المنتجات مثل السيارات الأمريكية ستعاني من انتكاسة في حال قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ببدء حرب تجارية ضد الصين، حيث أن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات قد تؤدي إلى جعل التجارة بين الصين والولايات المتحدة مشلولة، وأن الحكومة الصينية سوف تستجيب حيال أي خطوة من هذا النوع بشكل مضاد. تعمل شركة أبل على تطوير الجيل القادم من هاتفها آيفون والذي يفترض أن يحمل اسم آيفون 8، ويتوقع أن يجري طرحه بتصميم يحمل شاشة منحنية أكبر حجما من الحالية مع حواف أقل، وذلك وفقا لمحللي شركة باركليز للأبحاث. ويمكن التصميم الجديد ذو الحواف الأقل شركة أبل من تزويد هواتف آيفون 8 بشاشة من قياس 5 إنش و 5.7 إنش لهاتف آيفون 8 بلس. نهاية التكنولوجيا لليوم، إلى اللقاء.